فاليوم موضوع اللي راح احكي عنه بهاي الدقائق القادمة هو الفجع bereavement. فالفجع او الفاجعة او الفجيعة هو مثل ما واحد شلون يقولون مثل مرات اذا سامعين مثلا يقول لك الله يعني شلون يدعي على شخص الله يفجعه الله يفجعه بعزازه، يعني هي هاي انه الفجع هو رد فعل تجاه فقدان، وخاصة فقدان يعني شنو فقدان؟ يعني الوفاة. مثلا كان أبسط شيء ولو هي طبعا ماكو فاجعة، هي بسيطة وغير بسيطة، هي كل إنسان إلى أحزانه وآلامه ومعزته للشيء اللي فاقده. مثلا مرة من المرات جابوا لي طفل عمره 8 سنوات يبكي، صار له 3 أيام وما يأكل وما يتقبل أي شيء، سبب إنه هو كان عنده يعني طائر بلبل والطائر مات، فهذا هو انفجع عليه وصار عنده هذا الرد الفعل اللي كان يعني مسوي إرباك للبيت، ما يقدرون يتعاملون وياه ولا يقدرون يهدئوا، حتى لو قالوا له نجيب لك طائر غيره ما يقدر. هاي يعني هاي أبسط شيء، موت البيت الحيوان الأليف اللي بالبيت. احدى المرات جابوا لي سيدة 40 هي تعاني من اكتئاب مزمن يعني من سنوات طويلة، وحتى انه هي ما تزوجت بسبب هذا المرض اللي هو الاكتئاب، لكن هي كان مسيطر عليها بالعلاج الدوائي وكانت مستقرة حالتها. هي كانت من منطقة يعني خلينا نقول اطراف احد المحافظات، هناك يربون الحيوانات، فهي كانت لها مخصوص يعني بقرة، فهاي البقرة هي كانت مهتمة بيها وكانت دائما تقوم يعني تحلبها وتغسل لها وتوديها اللقاح ومن هالحكي، تعتني بيها بكل يعني كل معنى المعنى الكلمة اعتناء، ف يعني شاغلتها هذا الحيوان البقرة توفت، فهي رأسا انتكست نكسة قوية بحيث انه دخلت بنوبة اكتئاب، رغم انه هي على علاج ومنتظمة على علاج وما مخربطة بعلاجها، لكن انتكست نكسة قوية حزنا على يعني بقرتها. فهذا هو يعني هاي هي الفجيعة. مو شرط ممكن انه طبعا نقدر نقول اقوى انواع الفجع هو الفاجعة بوفاة الابن او البنت، يعني يعني مثلا الاسقاط بالنسبه للمراه او حتى للزوجه والزوج، مرات انه هو يعني وانا سامعه وشايفه هيك حالات انه هي المراه حامل اول طفل ومن ثم يصير بعض المشاكل ويصير اسقاط ومن ثم ينفصلون بسبب هذا الاسقاط، وكانما هو يعني كان هذا الفيصل بيناتهم هذا الجنين، فانفجعوا فاتخذوا قرار خاطئ. ممكن هذا الانسان في لحظات الفجع، في فترة الفجع يتخذ قرارات خاطئة. لذلك أنا دائما أنصح الناس بأنه خاصة المراجعين اللي يجون أبد لا تتخذ قرار في حالة فرح ولا في حالة حزن ولا في حالة غضب ولا في حالة إن تكون أنت منفعل يعني في حداد أو في مرض نفسي، إلا ما يمر عليك فترة وتستقر نفسيا يلا تتخذ قرار، سواء قرار بزواج أو قرار بطلاق أو قرار بسفر أو قرار ترك دراسة أو بداية دراسة. لا تتخذون أي قرار وأنتم في حالة انفعالية، ارجع اهدئ استقر، شوف نفسك مثل ما يقولون ثابت على أرض صلبة ومن ثم اتخذ قرار معين. لأنه أنا أذكر مرة مريضة كان أصابت بالذهان وكانت متزوجة، ومن ثم قررت في فترة الذهان مالتها انه تطلب الطلاق من زوجها، وصار الطلاق بعد فترة رجعت ندمانة كلش، ويعني صحيح هي رجعت لزوجها، لكن انا بوقتها نصحتها وقلت لها ابد لا تتخذي قرار وانتي ما زلتي في حالة نفسية غير مستقرة، لكن هي ما سمعت الكلام وبعدين ندمت ندم شديد، لكن الحمد لله يعني رجعت المي مجاريها. بس هذا مثال لكم ده أنا ضربه حتى أعطيكم يعني فد صورة عن اتخاذ القرار في لحظة الانفعال أو في حالة اضطراب نفسي. نرجع على موضوع الفجع.
أو نجي على الفجع الثاني، فجع مثلا قلت لكم موت الابن، يعني يقول لك فد قصة، يقول لك فد مرة رجل سأل حكيم قال له إذا فجعت بأبي، فقال ملك حادث. يعني شنو؟ أنا يعني يقول لك والدي توفى، فجعت بي، مات أبويا، شو راح يكون؟ يعني معناها راح يجيك ورث. زين، قال له إذا فجعت بأمي، قال انقطع من يدعو لك. انطق. زين، إذا فجعت بأخي، قال كسر جناح ويبقى جناح. قال وإذا فجعت بزوجتي، يعني إذا ماتت زوجتي، قال عرس جديد، يعني راح تتزوج وش اسمه تتزوج عليها، وراح ماتت تتزوج أخرى. هذا هو. قال وإذا فجعت بولدي، يقصد يعني بابنه أو بنته، قال ذلك جرح لا يندمل. موت الابن أو البنت أو كلش أصعب أنواع الفجع بالنسبة للإنسان، وما يمكن واحد يتخطاه بسهولة. يعني أنا شايفة امرأة مرة سبعينية توفى ابنها، استشهد بالعراق بأحداث، يعني تعرفون أحداث هواية احنا عندنا بالعراق حتى سبب الوفاة. فهو كان شاب يعني ثلاثينات تقريبا، وهي طالعة بيه من الدنيا ومحصلته بآخر العمر، يعني متأخرة يلا جايبته. فانفجعت عليه فجع كلش قوي، لدرجة انه هي ضعفت حيل، نزل تقريبا من وزنها بال15 كيلو، فقدت عافيتها، فقدت شهيتها، فقدت لذتها للحياة. بس هي مو بس انفجعت، هي انفجعت وبعدين دخلت باكتئاب، اكتئاب كان كلش شديد، لدرجة انه اخذت ادوية كثيرة للاكتئاب، جربت اكثر من عقار مفاد، اخذوها جلسات علاج سلوكي مفاد، لدرجة انه وصلت مرحلة حتى ننقذ حياتها انطرينا يعني انه اضطر الاخصائي بوقتها انه يعمل لها جلسات علاج بالاختلاج الكهربائي، لان كانت كآبة شديدة، يعني تطور فجعها الى اكتئاب شديد. بعد فترات طويلة من العلاج لجأنا لهذا الشيء. طبعا الاختلاج الكهربائي تسموه بالعامية الكوي بالكهرباء، تحسنت بعد هاي الجلسات، لكنها كانت تقول يعني انه ما زال الحزن موجود، لكن رجعت تاكل، رجعت تنام زين، تحسن مزاجها، لكن الحزن موجود بشكل عام، الفتور بالمشاعر. فشنو اعراض الفجع؟ بالنسبة اولا خلينا نحكي عن، خلينا نقول اول ما يصير الوفاة، اول لحظات الوفاة، وكليتنا احنا ك يعني ناس عاديين كليتنا مارين بهاي الظروف. انا من الناس، والدي متوفي قبل 14 سنة بال2007، ويعني اول لحظة سماع خبر وفاة شخص معين، ومعزتك لهذا الشخص هي تحدد ردة فعلك طبعا، ومو شرط همين مرات مو الا المعزة. بس شوفوا يعني مثلا خلي احكي عن مراحل استقبال الخبر وفاة شخص. أول مرحلة هي الإنكار، denial، الصدمة، شوك. ممكن الإنسان ما يصدق، ينكر إنكار، ولذلك مرات أكو إذا شايفين أو سامعين من يموت شخص الناس تقوم تبكي وأهله يبكون، أكو واحد من العائلة ما يبكي صافون هيك، يابا شنو السالفة؟ يقول ها بعدين يقولون هذا ما حب أبوه أو ما تحب أبوها، أو يفسروها تفسيرات ثانية. هي إحنا من عامية يسموها الخرعة، هاي البنية اللي أو الولد اللي ينصدم مثلاً بأبوه، طبعاً دا أحكي عن حالة يعني شايفتها، وما يبكي بلحظتها، بلحظة اللي قالوا له إنه مات، وهيك صار مصدوع هيك مثلاً مثل الخرس عبالك نسكت أو هدى او فد، ما ظهر مشاعره من بكي وحزن، ويعني هاي اللي حسب مجتمعاتنا كنوا حكوا يعني مرات يلطمون او شيء، هذا يعني احتمال مصدوم، ما مصدق، شوك، مصدوم، منكر، ما دا يصدق انه مات. فهي تكون رده فعله هي هاي، طبعا هاي تدل على انه الفجع ما راح يصير بعدين قوي ما دام ما اظهر المشاعر. اكو هواي من عجايزنا حتى خصوصا العجايز يعرفون بها هاي السالفه، يقول لك هذا من مات ابوه، مثل حفيدها تقول لك هذا من مات ابوه ما بكي عليه، هذا هسه مو زين عليه، لازم يبكي، بتشوها بتشوه خليه يبكي. يعني هاي يعني اذا مر عليكم او شايفيها او سامعيها،
فهاي الخرعة أو الصدمة أو الإنكار ممكن تستمر ساعة ساعتين، ممكن حد يوم، إذا عدت أكثر من يوم لا مو زين، لأن هاي معناها راح يدل على الفجع اللي يكون أطول، ممكن يدخل باكتئاب بعدين. زين، بعد ما طبعا مو شرط انه الواحد يدخل بهاي المرحلة مال الصدمة والانكار، ما مو شرط يعني، مرات ما تصير. المرحلة الثانية المرحلة هي الغضب، كأن مثلا يعني يقولوا له شخص ينفجع بصحته، يقولوا له انت بيك سرطان في مراحل متأخرة وامامك 6 اشهر او 3 اشهر وتوفى يعني تموت. هو ينصدم ويقولهم، فيبدي يغضب، لا انتم غلط تحاليلكم، لا انتم ما سويتوا اللي عليكم، لا ما ادري شنو، او مثلا يعني حاشا لله مثلا انه يتجاوز على ذات الالهيه ويبدي يقول يا ربي انت ليش سويت بي وما ادري شنو، كانه ما يحاسب رب العالمين، او اذا يعني تفهمون شلون رده فعله تجاه الاطباء او تجاه الكادر الطبي او حتى تجاه رب العالمين، انه يلومه ليش مبتلي بهذه البلوى. المرحلة الثالثة يبدي يساوم، يعني مثلا واحد هو شلون هسه قلت لكم المثال، قالوا له انت راح تموت بعد 6 اشهر بيك سرطان متأخر المراحل، اكو شو يسوي؟ يقول لك ينذر يا رب اذا صرت زين امنح نص فلوسي للجمعيات الخيرية مثلا، اذا صرت زين اذبح طلي، اذا فهاي يسموها المساومة، يعني قوم يساوم. وغالبا تكون اشياء انسانيه وخيريه ودينيه، يعني ينذر نذر، هاي حط شرط. المرحله الرابعه من الصدمه هي مرحله الاكتئاب، التسليم، يعني مو اكتئاب، خلينا نقول التسليم او الياس. هنا يدخل بانه يستسلم وييأس ويصاب بالاحباط ويحس بانه خلاص انتهى الموضوع، راح يموت هو او انه هذا الشخص اللي عزيز مات وخلاص انتهى الموضوع. واخر مرحلة الخامسة هي القبول، acceptance، التقبل، يعني اما يتقبل انه خلاص هو راح يموت بعد 6 اشهر ويبدي يخطط خلال هاي 6 اشهر شلون يعيش وش راح يسوي وش من يوصي ويكمل ديونه او يكمل معاملاته ودع اهله، يتقبل، او انه هذا الشخص العزيز اللي توفى عليه خلاص يتقبل انه هذا الشخص مات و ينتهي الموضوع. مرات ناس تظل سنين وهي ما واصلة مرحلة التقبل، سنين. يعني أنا في إحدى المرات جتني امرأة ميت زوجها مصار لها 3 سنين ولحد الآن هي ما متقبلة إنه هو متوفي، مدى تقدر تتقبل. هو تقول هو مات وتقول شفته بالتابوت، لكنه هي بداخل دماغها رافضة فكرة وفاته، وتحكي بيه فلان راح فلان إجا زوجها وفلان فد يوم قال فلان فد يوم أخذني، وكأنما هو عايش وهو في حين هو عايش بداخلها لكنه ميت في الحقيقة، لكن مدى تقدر تتقبل هذه الفكرة. وممكن الناس يظلون سنوات وهم واصلين ما واصلين ولا داخلين مرحلة التقبل، هنا يعني داخلين مرحلة الفجع الطويل الأمد.